مع مجموعة من الزملاء الذين عملوا في مجالات رعاية ضحايا العنف وحل الصراعات ومن ضمنهم مجموعة رأس العش للتفاوض الدولي، طرحنا عدة مرات على رؤساء الوزراء المتعاقبين بضرورة إنشاء المجلس القومي المصري للسلام الاجتماعي عشان نبني المجتمع المتماسك الذي يستطيع أن يرى كل مشكلة ويضع لها حلول. عندنا مشكلة كبرى في مصر اسمها الطارئ، عبر القرون لم يوضع لها حل. عندنا وزارة اسمها وزارة التضامن الاجتماعي، كانت اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية. الشؤون الاجتماعية يعني تدرس كل مجتمع لكي تضع قواعد التغيير الاجتماعي والانطلاق الاجتماعي. الإعلام والصحة النفسية حينما يعرض المتلقي نفسه ليل نهار أثناء وبعد، قبل فوق 25 وأثناء، في أشياء مخيفة، فيما طبعا في عالم الأطفال أو المراهقين أو السيدات أو ما شابه، وأشياء مرعبة، وأشياء ودماء، وأشياء تهدم حصن الأمان لديه. ماذا ينتظر؟ يرتفع ضغط الدم إليه عن عنده ارتفاعا وقتيا. هذا ما يطلق عليه أساساً يعني ليس لا أو ترتفع جلد لديه استعدادات درجة السكر الوقتي نتيجة الصدمات من رؤية الدماء ارتفاعا لحظيا قد تعود وقد تدوم. كلنا نتذكر مدى الهلع، نتكلم الآن عن أثناء مدى الهلع الذي أصاب سيدات مصر بل جميعنا، ونحن نشاهد تلك التمثيلية الصميمة كانت كبرى في المسلمات مسبيرو، وكانت الست فيها بيقول الحقوني فاكرين؟ دخلوا اغتصبوني ودخلوا يخبر أن ثمت أفاعي وأشياء لا نعرفها، وفعلا كنا جميعا لا نعرف حقيقة ما يجري. انطلقت في شوارع مصر سببها الثورة، عشان كده بقول لك بين قوسين، ودخلوا على السيدة في بيتها، وثم ننطلق لها أن هذا التعيين كان في الدور والست دي مجبرة في المسجد. هذا الأمر أصاب الجميع، أنا على يقين والجميع عالم بأشياء ربما عملت انفكشن تثبيتات مرضية بعد ذلك. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإني في بداية حديثي أعبر عن سروري البالغ لتواجدي في رحاب أخبار اليوم، تلك المؤسسة الإعلامية العريقة، كما أعبر عن سعادتي لتواجدي في معية علماء أفاضل، الأخ الكريم الأستاذ الدكتور صفوت العالم، الأستاذ الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم وهو عالم ابن عالم، أخي الكريم الأستاذ الدكتور أشرف توفيق، الأخ الكريم الأستاذ محمد القصبي والحضور الكرام. في الحقيقة الإعلام الذي نعرفه في إطاره الأكاديمي يأتي امتدادا لرسالة الأنبياء والمرسلين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهو رسالة سامية وكلمة أمينة منضبطة يحدد إطارها قول الحق سبحانه: وقولوا للناس حسنا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك أنا أرى أن محنة الإعلام في مصر
تكمن في زاويتين أو في نقطتين لا ثالث لهما من وجهة نظري المتواضعة. الموضوع الأول مدى الاقتراب أو الابتعاد عن قواعد الممارسة المهنية، لأني أرى أن كل انحراف عن هذه القواعد له تأثيره الاجتماعي والنفسي على الجمهور. والنقطة الثانية تتمثل في متى تطبيق هذه الممارسة للقواعد الأخلاقية التي اصطلحنا على تسميتها بتشريعات الإعلام. كلا النقطتين لهما علاقة بالواقع الإعلامي الذي نعيشه. وأنا أريد أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية أتوافق فيها تماما مع ما قاله الدكتور. معاناة المجتمعات من الآثار السلبية للإعلام لم تكن وليدة هذا العصر الذي نعيشه، ولا هي وليدة ثورة 25 يناير، إنما هذه المعاناة كانت موجودة في أنقى العصور وأطهر العصور، ألا وهو عصر التنزيل. وإذا أردت في عجالة أن أرصد بعض هذه التجاوزات لكي نرى التأثير النفسي للكلمة غير الملتزمة أو غير المنضبطة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا عسانا أن نقول الآن؟ واحد، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا لكي يجمع زكاة من أناس هو بينه وبينهم خصومة في الجاهلية، فحدثته نفسه إن وصل إلى هؤلاء الناس ربما فتكوا به، فلم يذهب إليهم وعاد من منتصف الطريق لكي ينقل كلاما كاذبا خاطئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم منعوا الزكاة وأرادوا قتله. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة أن يتجهزوا لغزو هؤلاء. إذن الكلمة غير المنضبطة كادت تؤدي لحرب، والحرب لا تعرف استقرارا، الحرب لا تعرف غير الفزع.